تحت شعار مسير مسندم المجد ومن دوار بيت البركة العامر وصولا إلى محافظة مسندم وتأكيد الولاء والعرفان لمولانا حضرة صاحب جلالة السلطان المعظم حفظه الله ومشاركة في احتفالات البلاد بالعيد الوطني 48 المجيد، نظم فريق البواسل للمغامرات الجبلية التابع لنادي أهل سداب مسيرا على الأقدام بمشاركة 25 مشاركا من مختلف ولايات السلطنة لعدد 25 فرد. قطعنا المسافة بمجموعات، وزعناهم لمجموعات، كل مجموعة تقطع 20 كيلو الصباح لغاية الظهر، والعشرين كيلو الأخرى من العصر لغاية بالليل، 40 كيلو كل مجموعة تقطع في اليوم، لأربع مجموعات 80 كيلو. في محافظة المسندم لم نواجه صعوبات تذكر، لأن همة الشباب متوقدة وعالية، والتحفيز موجود من قبل الرئيس ومن قبل الإداريين. صحيح بأن الطويل فيها بعض الإحناءات، ولكن تم تجاوزها بفضل الله تعالى وبحمده. المسير الذي قطع من خلاله الفريق مسافة 500 كيلومتر مربع، هدف من خلالها الفريق أيضا إلى نشر الوعي الثقافي والرياضي للمجتمع بأهمية ممارسة الرياضة ليساهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة لدى المجتمع وخلق جو من التعارف والتواصل بين أبناء محافظات السلطنة وتنشيط الجوانب السياحية في السلطنة التي لا تصلها الوسائل الحديثة خلال مرورهم بثمان ولايات من محافظات جنوب وشمال الباطنة وصولا إلى محافظة مسندم. رأينا ثلة من هؤلاء الشباب الذين أتوا للتهنئة من محافظة مسقط من أمام بيت البركة، وقد قبل قليل وصلوا إلى خصب. هذا دليل على هذه الروح الوطنية التي أبوا إلا أن يشاركوا بها إخوانهم في محافظة مسندم. مشاركة تثري النفس، وحقيقة لم نواجه أي شيء يذكر في طريقنا، الحمد لله رب العالمين. ما واجهناه حقيقة من طيب وكرم وصفات العمانيين الحميدة التي يشتهرون بها، فحقيقة منهم الساقي ومنهم المطعم ومنهم المساعد والداعم، فكل الشكر لهم والتقدير على ما قدموه لنا خلال مسيرنا، مسير مسندم المجد. جدير بالذكر بأن الفريق مستعد لمثل هذه المسارات، حيث أنه خاض أكثر من تجربة في مسارات سابقة ولديه الخبرة في إدارة المسارات الطويلة والمغامرات الجبلية. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحل.